لمناقشة هذه الآراء وغيرها من نتائج دراسات متخصصة. أرحب بضيوفنا واحد عبر زوم، الناقد الفني أحمد سعد الدين، أهلا بك، وأيضا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين غير الناطقين بالعربية. حياكم الله ضيوفنا الكرام. أهلا وسهلا. يا أهلا ومرحبا بكم. يعني هناك يعني اتهامات للإعلام بتجاهل أخبار الجرائم أو الإشارة إليها من بعيد، واتهامات بعدم وجود يعني صحافة استقصائية. ما رأيكم وما هي الأسباب؟ هذا يمكن السؤال يوجه للأستاذ أحمد، للناقد الفني أستاذ. نعم. أحمد، هو طبعا حكاية أن الإعلام ما بيذكرش هذه الجرائم، لا ده احنا بالعكس احنا بنعاني من سيولة كبيرة جدا في الإعلام، لأن دلوقتي أصبح الإعلام لم يقتصر عن شاشة تلفزيون أو مجموعة صحف، ولكن عندنا مواقع إخبارية بتشتغل up to date، يعني لحظة بلحظة. هذه المواقع بتكشف كتير جدا جدا من بعض الجرائم اللي احنا ما كناش نعرفها، يعني بنلاقي جرائم في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب في كل مكان، بل بالعكس أعتقد أن في سيولة كبيرة جدا جدا في طرح هذه الجرائم. ولكن هي المشكلة مش إن الإعلام يذكرها، ولكن هي بشاعة الحالة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي بتتداول هذه الجرائم، فبتزيد بشكل كبير جداً، بتتضخم بشكل كبير جداً، لأن معظم الأفراد أو الشعوب العربية أصبح دلوقتي بياخد أخباره عن طريق الفيسبوك للأسف، ومعاه موبايل كده بيفتح الموبايل، ما بيفتحوش على مواقع إخبارية، بيفتحه على الفيسبوك، فبيلاقي اللي كاتب أو اللي ناقل، فبنلاقي إن في انفجار كبير جدا في مجموع هذه الجرائم اللي بقينا نسمع جريمة الصبح وجريمة الظهر وجريمة بالليل. كان زمان كنا ممكن نقعد بالثلاث شهور عشان نلاقي جريمة واحدة. طبعاً في سيولة كبيرة. طبعاً أستاذ أحمد، طبعاً دكتور عبد المنعم فؤاد، أيضاً تزايد عدد الجرائم في والقتل وأبرز الأسباب الحاصلة الآن، يعني بعد جريمة نجد الجرائم تأتي بتسلسل دراميكي، يعني ماذا يحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحيي حضرتكم، أشكركم على هذا الطرح الذي يجب أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة لتقف على المرض وتقدم الدواء له. جريمة القتل ليست خاصة بالعرب فقط، بل هي موجودة في العالم. ثقافة لأقتلنك، هذه ثقافة موجودة منذ عهد ابني آدم، إذ قتل أحدهما الآخر وندم الآخر على هذا القتل وأصبح من النادمين. فالمسألة مسألة موجودة بين البشر، لكن اللافت الأمر أن القتل هذا سببه معروف لدى الجميع ولا يعالج. يعني تخيل أن العلاج موجود في الصيدلية ولا أحد يقترب من هذا العلاج، وهو الوعي الديني. الوعي الديني هو السبب الأول، غياب الوعي الديني عن الأسر وعن الإعلام وعن المدارس وعن الجوانب حتى المجالات الاجتماعية وغيرها، نجد الوعي الديني غائب تماما. لو أن هناك اهتمام بالوعي الديني في مدارسنا، اهتمام بالوعي الديني في مناهجنا، بيان الحلال والحرام. الناس النهاردة لما تقول له حلال وحرام يقول لك لا أنت هتدخلني في الدين، ابعد الدين عن الموضوع. يا سيدي، هو الدين الذي جاء ليحافظ على النفس البشرية. أكيد. من الضرورات الخمس التي أتى بها الدين، أي دين سماوي أتى بضرورات خمس لابد من المحافظة عليها. أول هذه الضرورات النفس، ولذلك ربنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لابد أن أعرف أبنائي وأولادي في مدارسي وفي مراكز الشباب وفي حتى اهتمامنا بالكرة واهتمامنا بالأمور الأخرى اهتمام أكثر من الدين. نحن نهتم ولكن بدون إفراط ولا تفريط في المسائل الأخرى. الذي يجب أن يركز عليه الآن في هذه الأونة بالذات هو بيان الحلال والحرام، الخطأ والصواب،
باحترام الكبير والصغير إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعم دكتور. نرجع لك يعني الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد، يعني يعني الاتهامات بعضها صارت يعني بسبب أن الدراما والسينما ضاعفت من مشاهد العنف ومشاهد المخدرات، وركزت يعني على حالات تساهم ربما في الانحلال الأسري. يعني شو رأيك بجرعة التحريض على الجريمة في الدراما والسينما؟ يعني أنا ما أقدرش أن أنا أنكر أن الفن عنصر مساعد وعنصر فاعل، ولكن لا نحمل الفن كل شيء لسبب بسيط. إحنا دلوقتي بنقول أن الفن بينشر البلطجة. هل الفن لو عمل أعمال دينية أو أعمال علمية جيدة هل المجتمع هيتقدم؟ بالتأكيد مش كل حاجة هنركبها للفن، ولكن مع ذلك لازم نمسك الموضوع أو المشكلة من بدايتها. بداية هذا الموضوع إحنا لو بصينا ورانا كده لتلاتين أربعين سنة هنلاقي أن الطفل، شوف الطفل الصغير اللي النهاردة عنده 30 سنة، عربياً الطفل العربي مظلوم جداً. ليه؟ مفيش حاجة بتتعمله مخصوص تعرفه عادات وتقاليد مجتمعه وأصوله الدينية والريفية والبدوية والعربية وغيره. كل حاجتنا سبناها واستوردنا من الخارج. الاستيراد من الخارج يعني احنا ايام ما كنا صغيرين كان عندنا حاجة اسمها جوجي وطمطم، وفي بعدها جي بكار، وفي بعدها مش عارف جي نعمان وجي ايه وهكذا. كان بيعلمنا شوية حاجات جميلة، لكن مع وجود الكمبيوتر والانترنت وأصبحت اللعبات عبارة إزاي إن أنا أقتل اللي قدامي، هنضيف لده المسلسلات اللي أصبحت موجودة. اختفت برامج الأطفال واختفت مسلسلات الأطفال واختفى المسلسل الديني، ثم أصبح المسلسل مش الاجتماعي بقى، لا أصبحت المشاكل الحوادث. هذه المشاكل الكبيرة اللي بتمجد في البطل البلطجي اللي بياخد حقه بإيده، اللي ممكن يضرب اللي قدامه وممكن يقتل والناس تسقف له والكلام من ده، أصبح عنصر مساعد في سلوك الطفل اللي كمان عنده مشكلة أكبر إن أسرته ما عادتش بتقعد معاه. يعني وجبة الغداء اللي هي المفروض الساعة 3 أو 4 العصر كل كان بيستناها عشان الأسرة بتتجمع، النهاردة ما عادتش موجودة، كل واحد بيأكل لوحده. مع تطور مواقع التواصل الاجتماعي الأسرة لو قاعدة كل واحد باصص في موبايله أو في الآيباد بتاعه وأحس إن هم بيكلموا بعض وهم جنب بعض، دي كلها عملت عناصر ابتعاد. هذا البعد بيولد كمان مشاكل تانية اللي هي إيه؟ طب أنا لو حبيت إن الشكل البطل ده ما نعمل زيه أقلده، طيب فين دور الأسرة؟ فين دور المجتمع؟ فين حاجات كتير؟ لا أنكر أن الفن عنصر مساعد وبيقدم مشكلات صعبة جدا، وبعض الأبطال اللي بيشربوا مخدرات أو اللي بيقتلوا أو اللي بيضربوا أو، ولكن هل هو كل شيء ولا هو عنصر واحد؟ هو عنصر، وهذا العنصر مشكلة. طب نقدر نحل؟ آه عندنا حلول كثيرة، بس طيب ناخذ الحلول أستاذ أحمد. أستاذ أحمد بنتطرق للحلول بس بعد ما نأخذ أيضا رأي الدكتور عبد المنعم. يعني دكتور عبد المنعم أيضا الأستاذ أحمد ذكر على عملية أن نعم الدين سيكون والمسلسلات الدينية أو التفقيه الديني عامل رئيس، وأيضا أن السينما والمنتجات الحالية أيضا أثرت بشكل كبير في أبنائنا، ولكن سنأخذ يعني اتجاه آخر ألا وهو الوضع الاقتصادي وانحسار فرص العمل خصوصا للشباب، وأن إنهاك الآباء في أكثر من عمل أو أكثر من وظيفة خلال اليوم لتلبية حاجات الأسرة. فلذلك ما أريد يعني أن نحن الأسرة نعم تريد أبنائها بشكل مناسب، تريد أبنائها أنهم يكونون من أفضل مخلوقات الأرض، ولكن العمل المباشر والطويل ساعات طويلة يمكن تمنعهم من التواجد الدائم في البيت، وهناك فراغ كبير للأبناء. فهل هذا الوضع الاقتصادي وانحسار فرص العمل للأبناء ممكن تكون أحد الأسباب الرئيسية؟ أولا أنا أثمن ما قاله الزميل العزيز، وفعلا الدراما لها دور، ولكن دور يحتاج إلى تهذيب نتكلم عنه فيما بعد. لكن الناحية الاقتصادية اللي بتكلم عليها حضرتك ليست هي عامل بسيط جدا، ولكن ليست هي السبب الأول أو الرئيس
في ارتكاب الجرائم. لقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أغلبهم ليسوا مليونيرات، إنما كانوا يعيشون على الاقتتات اليومي ويتحركوا. لكن بجوار ذلك ما الذي كان يحرسهم؟ مخافة الله سبحانه وتعالى، التوجيه الصحيح، القدوة في المجتمع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ابني هذه الأشياء، حتى وإن كنت فقيرا أقول له يا ابني الفقر هذا ليس عيبا، بالعكس ده ممكن الذي هو الذي يجعلني أتحرك وأفكر وأنتج وأعمل إلى غير ذلك. أقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم بجوار هذا كله لم يكن غنيا، إنما كان يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأحاول بقدر المستطاع وأنا أعالج القضايا أن يكون فيها نوع من العلاج الديني، الدين أولا قبل كل شيء، ثم بعد ذلك الناحية الاقتصادية يعالجها الدين أيضا، الناحية الاجتماعية يعالجها الدين والأخلاق. الاقتصاد ليس هو السبب الرئيس، إنما هو نوع من أو نستطيع أن نقول قد يكون سببا هامشيا في هذه المسألة. لابد أن نركز على العوامل الحقيقية. العامل الحقيقي غياب الوعي الديني، العامل الحقيقي الشحن العاطفي السلبي الذي نراه في كثير من أعمالنا الدرامية بلا أي أسباب. حتى الولد يعيش مع البنت في المسلسل وفي الجامعة ونرى إفراط وتفريط فظيع يطبق ثاني يوم في الجامعة، نرى الجرائم ونرى ما نراه الآن. دكتور يعني كل الشكر لك، ونحن راجعين لك ناخذ رأي الناقد الفني أحمد سعد الدين. يعني نرجع لمحور الاتهامات للدراما بالسينما، مثل ما قلت إنه هو يبقى عنصر مساعد ويحتاج إلى تذهيب، لكن هل من الممكن أن نحن نحمل المنتجين مسؤولية قانونية أو أخلاقية في حال كانت تتضمن يعني تحريض على الجريمة؟ حضرتك فجرتي قضية كبيرة جدا جدا، وهي قضية الدراما والمنتجين، وأنا بشكرك على أنك تطرقت لهذه القضية. هذه القضية تحديدا تعالي نفصل ما بين حاجتين، ما بين السينما والدراما. ليه؟ لأن السينما فيلم بينزل صالة العرض، إحنا بننزل نروح له بمزاجنا، بنقدر ندخل ولا ما ندخلش، إحنا أحرار. أما الدراما فهي مشكلة كبيرة لأنها بتجيلنا لحد البيت، ولما بتيجي البيت كل الأسرة من الأطفال إلى الكبار بتفرجوا عليها. من هذه النقطة تحديدا كان قبل كده كان عندنا اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر كان دايما عنده هاجز أن الدراما لابد أن تحافظ على عادات وتقاليد المجتمع. من هنا كان الكتاب الكبار زي أسامة أنور عكاشة لما عمل الحلمية وغيره وغيره كان دايماً بيحافظ على عادات وتقاليد المجتمع وبيدي مثل عليا داخل الدراما. لما تحول الدراما خرجت من حد الإذاعة والتلفزيون وراحت لمنتج القطاع الخاص، منتج القطاع الخاص عايز الربح أولاً وثانياً وثالثاً وأخيراً، فبالتالي عمل إيه؟ بقى يدور على المواضيع اللي إحنا بنسميها كده في الفن المواضيع الحراقة. المواضيع الحراقة اللي هو في مثلا تجارة مخدرات، في بلطجة، في فيجيب مشاهد. هذه المشاهد قد تكون جريئة كانت بالنسبة لنا ما بنشوفهاش على الشاشة الصغيرة مش على الشاشة الكبيرة، فبالتالي دخل مجموعة أخرى من المنتجين والكتاب وحتى المخرجين ابتدوا يشتغلوا مع هذه النوعية لأنها هي اللي بتجيب إعلانات وتجيب فلوس وتجيب وتعمل إنتاج. فأصبح النهاردة ربنا جيل موجود كان لسه عنده 10 سنين، النهاردة عنده 25 و30 سنة، اللي هو إيه بقى؟ هذا الجيل مشكلته كمان إنه منفتح على الإنترنت مش منفتح على الثقافة الداخلية. فبالتالي هو بيتفرج على أمريكا وتفرج على أوروبا إيه اللي بيحصل فيها، وعايز يطبق الحياة الغربية في الأرض العربية، ودي عملية صعبة لأن بعيد عن العادات والتقاليد. هنا بقى دور الدراما، دور الدراما عنده مشكلة كبيرة جدا جدا إنه هو عرض هذه النماذج على الشاشة. طيب هل دلوقتي ابتدت
تقل شويه ولا زي ما هي؟ لا، انا ازعم ان بقالنا 3 سنين ابتدينا نقلل عمليه العنف الموجوده في الدراما اللي هي على الشاشه الصغيره، وتحديدا الدراما الرمضانيه. نعم. على اساس ان يظبط الايقاع، لكن ما ننساش البناء ياخد وقت، اما الهدم ففي لحظات. نعم. انا لما ببني برج عماره بقعد 2 سنين، لكن بهدمها في 10 ثواني. فاحنا مهما عملنا كده محتاجين وقت، ومحتاجين حاجه تانية بقى. نعم. اهتمام ببرامج الاطفال اللي تعلمهم عاداتهم وتقاليدهم والاسس الدينيه. جميل. بتاعتهم، وده. جميل. جانب مهمل كبير جدا في الوطن العربي ككل. اكيد يعني استاذ احمد، لكن يعني اين يعني دور لجان مراقبه المراقبه، يعني وين دورهم في الموضوع؟ هل تتجاوز لجان مراقبه المصنفات الفنيه؟ نعم، بالنسبه للدراما. هنا بقى انت برضو فجرتي قضيه اصعب، اللي هي ايه؟ المفروض ان العمل في السينما مثلا كفيلم بيتم تصويره وبعدين يعرض على الرقابه على المصنفات الفنيه وتقول احذف او ما تحذفش او كده. نعم. بالنسبه للاعمال الدراميه عندنا مشكله كبيره، ان دايما العمل الفني اللي بيتصور في 3 شهور و4 شهور بيبتدي تصويره متاخر، فبيدخل عليه شهر رمضان اللي هو ساعات يصور الصبح ويعرض بالليل. امتى هيتعرض على الرقابه؟ امتى؟ مفيش وقت ان هو يتعرض على الرقابه. هنا كان زمان ايام اتحاد الاذاعه والتلفزيون وايام قطاع الانتاج كان معروف ان الكاتب ده ملتزم، وحتى لما كان بيتعمل الحلقات كان في وقت طويل قبل اذاعتها، فكانت بتعرض ويشوفوا. انا فاكر يعني زي ما حضرتك بتتكلمي، فاكر ان سنه تقريبا 96 على ما اذكر كان في مسلسل مهم جدا، وكان بطوله ممدوح عبد العليم وسناء جميل وحمد غيث وعمر الحرير، يعني اسماء كبيره جدا. هذا المسلسل تم تصويره بالكامل وعرض على اللجنه، اللجنه كتبت تقرير اغرب تقرير في التاريخ واجمل تقرير في التاريخ. قالت ايه؟ قالت هذا المسلسل جيد الصنع، لكن لا يصلح للعرض في شهر رمضان على الجمهور. ليه؟ لأنه شهر كريم والمسلسل فيه كم حزن كبير. كان اسمه خالتي صفية والدير. لكن أنت تخيلي أن هذه المقولة ما عادتش موجودة. ليه؟ لأنه بيصور الصبح ويعرض بالليل وخلاص وانتهت، صحيح. محدش شايف حاجة. صحيح أستاذ أحمد، أكيد طبعا الرقابة لابد أنها الآن، أعتقد لابد أنها الوقت المناسب لهم للتدخل. أتوجه للدكتور عبد المنعم فؤاد أيضا، يعني باحثون كثيرون يرون أن المؤسسات المعنية في العديد من الدول لا تلتزم عن إعلان الأرقام الفعلية لأيضا الحوادث الحاصلة، ولكن هناك أمر فلسفي وراء ذلك بأن عرض الأرقام لن يؤثر في المجتمع إلا بالسلبية والإكثار من الحالات، ولن يوقف هذه الحالات. وفعلا هذا اللي نحن شفناه بعد الإعلان عن أول حادثتين، مباشرة الآن 4 و5 و6 حالات مباشرة خلال أيام متتالية، فما رأيك في هذا الأمر؟ أنا مع الرأي الأخير، لا يصح أن احنا يعني ننشر هذه المشاكل التي تؤلم النفوس والقلوب بسرعة ونتسابق على نشرها وهذه نتسابق على نشر هذه الجرائم. لما رأينا ذلك وصل إلى شبكات التواصل الاجتماعي، نعم، انتقلت الفكرة فورا من القاهرة إلى بلد آخر، صحيح، وتنتقل من البلد الآخر إلى بلد ثالث. نعم. والشاب يعني ليس عنده مضادات حيوية فكرية دينية تمنعه من هذه الأمور، فيتقبل الأمر ويظن أنه أمر عادي في المجتمع. نعم. فتزداد الجريمة أكثر وأكثر. أتمنى من إخواننا في شبكات التواصل الاجتماعي، ودي اللي زادت أكثر من الإعلام ومن غيره، إن هم يراعوا المولى تبارك وتعالى. أيضا كما قال الأخ الكريم، الدراما والسباق والتسابق ليس في فعل الخيرات، إنما التسابق في نشر المنكرات ونشر الأمور التي لا تجعل الرقابة تلحق بها لكي تهذبها وتقدمها إلى المجتمع كما يجب أن تكون. فالمنتج أيضا اللي وراء هذا الأمر، المنتج الآن لا يهمه أخلاق المجتمع، إنما يهمه ما الدخل الذي سيدخل عليه. والغريب في الأمر أن الذي ينشر هذا، إذا كانت محطة فضائية أو غيرها، أيضا لا يهمها أخلاق المجتمع، إنما يهمها كثرة الإعلانات. وهكذا. فالأمر
جريمة من كل النواحي. فعلا. هو يكتسب بعض الأموال وغيرها، والمجتمع يكتسب الجرائم التي نراها الآن تهز المجتمع وتجعل العيون تدمع ليلا ونهارا. نعم. طيب يعني ننتقل لسؤال الناقد أحمد، يعني نرجع لمحور، يعني تكلمت أنت عن محور السينما والفن، نذهب لمحور آخر وهو يعني بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنها هي أيضا لاعب أساسي في الوقت الأصلي والوقت الضائع أيضا، يعني لكل ما يضعف القيم الأسرية والاجتماعية. كيف تصف حضرتك يعني المحتوى المعني، وهل يعني هي مشكلة صانع محتوى أم مشكلة المتلقي؟ لا، هي طبعا المشكلة دايما بتبقى مشتركة ما بين صانع محتوى ما بين متلقي، ولكن أنا دايما بحمل صانع المحتوى أكتر من المتلقي. ليه؟ أن صانع المحتوى هو فرد واحد، ممكن لو عمل محتوى سيء هيصيب آلاف الأشخاص، أما المتلقي ممكن يتلقى هو شخص فرد واحد، فهي المشكلة في صانع المحتوى. وصانع المحتوى ما ننساش ان احنا عندنا مشاكل كتيره في الوطن العربي، منها المشكله الاقتصاديه، منها مشكله اصعب اللي هي مشكله عدم الثقافه، وهنا الفارق ما بين الثقافه والتعليم فارق كبير جدا. فانا ما بتكلم على الثقافه لان كل واحد يتلقى موضوع بيفسره بثقافته هو، ودي مشكلتنا. فاحنا محتاجين صانع المحتوى لابد ان يكون على دراية بالجمهور اللي هيقابل او هيتلقى هذا المحتوى. نعم. تفكيره ايه، تعليمه ازاي، ثقافته فين، الكلام من ده، ازاي ارتفع واعلو شوية بثقافته. لما جت مواقع التواصل الاجتماعي، ودي الخطورة الموجودة، هي دخلت على مجموعة، وخاصة من بعد 2011 تحديدا حصل ان انتشرت بشكل غير طبيعي، انتشرت ولكن كل واحد بقى عنده صفحة ممكن يكتب فيها او ينزل فيديو او يقول اي حاجة هو اللي بيفكر فيها، هو اللي عايزها. صح. هنا بقى الخطورة بتتنقل لأشخاص آخرين، فممكن تتاخد إن هي مسلم بيها، وده خطأ. هنعمل إيه؟ مش هقدر أمسك مواقع التواصل الاجتماعي أعمل لها كنترول، لكن أقدر إن أنا أنمي الفكر في هذا النشر اللي ممكن بعد كده هو اللي هيبقى رجل المستقبل، وإزاي أخليه يفكر صح. وإزاي النهاردة أنا لو فتحت التلفزيون في كل الدول العربية في الوطن العربي هلاقي إن عندي البرامج الرياضية مساحتها أكبر من البرامج الثقافية، مساحتها أكبر من البرامج التعليمية، مساحتها أكبر من البرامج الثقافية وغيره وغيره وغيره، والاقتصادية وكل الكلام من ده. طيب أنا ليه ما فكرش إن أنا أبني هذا النشأ عن طريق الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي؟ دي بقى مسؤولية مين؟ ده أنا عندي مسؤولية لوزارة التعليم. ليه؟ لأن دي اللي بتعرف النشأ من وهو صغير. كان زمان على أيامنا اسمها وزارة التربية والتعليم، التربية قبل التعليم. بعد كده النشاطات الموجودة، ما هو الطفل لازم يفكر. احنا ليه بنلغي عندنا حصص الرسم والموسيقى والألعاب ومش عارف ايه؟ كل ده هيطلع طاقته فين؟ هيبقى مبدع امتى؟ بعد كده عندي الكتاب، وطبعا ما حدش بيقرأ دلوقتي، أصبح الكتاب مسموع، أصبحت الحياة بيني وبين الشاشة موجودة 24 ساعة. طيب ما أقدمش على الشاشة مواد جيدة أو مضمون جيد في الثلاث أضلاع للمثلث، العنصر التوعوي، العنصر التثقيفي، العنصر الترفيهي. أنا هنا عملت كل حاجة. نعم. قدمتها بشكل جيد. أكيد. أستاذ أحمد، هذا المثلث يمكن نكتفي أو ننهي بهذا المثلث لأنه هو أساس طبعا لهذا الموضوع. كل الشكر لك الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين، كان معنا عبر هذا التطبيق. شكرا لك. شكرا. كما أيضا أنقل الشكر للدكتور عبد المنعم فؤاد، كان معنا عبر الهاتف. شكرا دكتور. كل الشكر لك.